مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. النهاردة بنقدم حلقة مهمة جدا جدا جدا، حلقة لكشف الحقيقة، حلقة لكشف الغمة، حلقة لكشف المستخبي وتوضيح الأمور في مصر. الحقيقة الحلقة دي أنا ملقتلهاش عنوان غير مش كفاية قلة أدب، مش كفاية قلة أدب. الحقيقة اللي بيحصل في مصر فاق الحدود اليومين دول، فاق الحدود، ما شفناهوش حصل على مدار 4 قرن ولا 5 قرون. اللي حصل في المنيا ان 76 سنة تتعرى تماما كما ولدتها امها ويلفوا بيها البلد، دي ما حصلتش، ما شفناهاش وما قرناش عنها في الكتب، لكن بتحصل في مصر. حقيقة انا الكونسرن بتاعي على القضية دي النهاردة وعلى فشل الحكومة، فشل الحكومة اللي مش عايزين نتكلم عنه واللي بيرهبونا عشان ما نتكلمش فيه واللي بيحصل فيه تكميم افواه للناس عشان ما تتكلمش فيه. احنا هنتكلم فيه النهاردة، يعني هناخد جزئية وهنفتح على كبير، هنفتح على كبير. طيب ايه بقى قصة الست اللي 70 سنة اللي عروها دي؟ يمكن تكون مذنبة ولا حاجة، ولا يمكن تستاهل، نشوف كده. القصة فيها سر جميل وسر مخجل وسر محبط جدا، لان القصة متكررة. بمعنى في واحد اسمه نظير اسحاق احمد في قرية الكرم في ابو قرقاص في المنيا. الراجل ده طلع اشاعة ان في واحد مسيحي متجوز وعنده عيال على علاقة بمراته. انا هديكم سمري للقصة وحللها لكم. الراجل اللي اسمه نظير اسحاق احمد ده طلع علاقة، طلع اشاعة على ان في راجل مسيحي متجوز على علاقة بمراته، وهيج الدنيا وقالوا، بعتوا رسالة للبيت ده ان هم هيأدبوهم وهيبهدلوهم وهينتقموا منهم. الراجل المسيحي عشان عارف العقلية اللي موجودة في البلد اخد بناته وهرب بره البلد، ساب امه 70 سنة. لكن امه ل70 سنة عشان برضو جات لها تهديدات، راحت المحضر في ابو قرقاص وعملت محضر هي ومعاها بعض الجيران، قالوا جات لنا تهديدات، يا حكومة احمينا، يا سيادة المأمور احمينا، يا سيادة الغفير احمينا. عملوا محضر قبلها، كان يوم الخميس او حاجة زي كده، وخلاص اتعمل المحضر جمعة، يوم الجمعة اللي هو دايما اللي هو في ساعة استجابة يوم الجمعة ده. طلعت الناس كلها بعد الصلاة، دايما بعد الصلاة عشان تبقى مباركة العملية، طلعوا دخلوا بيوت الأقباط حرقوها، يعني كان بيت كده باللي فيه حرقوه، تكلفة 350,000 جنيه اتحرقت. ودخلت دخلوا على الست اللي هي 70 سنة، قلعوها ملط. 300 راجل من قرية الكرمة قلعوا الست ملط حتى هدومها الداخلية. ابوس ايديكم تقول لهم ارحموني، انا ست كبيرة، انا ست مريضة، لا يمكن. الغريبة ان قلعوا الست ملط، ملط مشهد لا يليق اطلاقا، ومشوا بيها البلد، بيلفوها بيزفوها بشعار الله اكبر الله اكبر، ست عريانة والله اكبر، ما يتفقوش ابدا. الله اكبر مين يا كفرة؟ مين الله ده اللي انت تعرفوه يا كفرة عشان تقولوا الله اكبر في حاجة زي كده يا كفرة؟ في حد يعمل عمل مخزي زي ده ويقول الله اكبر؟ ربنا بريء منكم يا عبدة الشيطان، ربنا بريء منكم يا عبدة الشيطان. اللي يعمل كده في ست كبيرة سنها 70 سنة يبقى عابد للشيطان، ما يعرفش ربنا، ربنا غير كده خالص، ربنا ما يسمحش بده ابدا.
نيجي نحلل بقى، نكتشف بقى ان السيد نظير اسحاق احمد ده مدمن الحكايه دي، بمعنى ان هو كان متجوز قبل كده واحده عايز يطلقها، طلع برضو عليها من كام سنه انها على علاقه بواحد مسيحي، بس ساعتها ايه القصه ما خدتش هوجه وما حصلش حاجه. دلوقتي مع الزوجه الثانيه اللي اتجوزها طلع عليها علاقه انها مع واحد مسيحي. طيب هو واضح طبعا ان الاولى على علاقه مع واحد، هو بيطلع عليها انها على علاقه مع واحد، الثانيه على علاقه مع واحد، يبقى العيب فيك يا سيد نظير مش العيب في الواحد. لكن اللي اتضح غير كده خالص، ده اللي بنفهمه من الصوره، اللي اتضح ان السيد نظير عليه مديونيه للمسيحي، عليه دين كبير للمسيحي، فيخلص ازاي من الدين ده؟ يقول لك اضرب عصفورين بحجر، انا عايز اطلق مراتي وعايز اخلص من الدين، اقوم عامل الحكايه دي اقول لا ابقى خلصت من الدين. الكلام ده قالته الست مراته، لانها راحت عملت محضر برضه قالت لا ده نظير اساسا عايز يطلقني وانه اخترع القصه دي. الدليل على كده ايه؟ طيب انت شاكك ان المسيحي عمل علاقه مع مراتك يا سيد نظير، عملت انت ايه مع مراتك اللي مفروض انها خانتك؟ ما عملتش حاجه وما تقدرش تعمل حاجه لانك جبان قدامها، لانك عارف ان هي عارفه الحقيقه واقوى منك، لكن رحت للغلابه وعملت اشاعه عشان كام خروف يطلعوا وراك يهجموا على بيوت الغلابه ويهجموا ويتهجموا على ست سنها 70 سنة لا حول لها ولا قوة. واحد يقول لي لا اصل احنا عندنا الشرف ده مهم، شرف مين اللي مهم عندكم؟ طب تعالوا كده نشوف حاجة تانية، لما انتوا الشرف مهم عندكم، هو الشرف ما يبقاش شرف غير قدام المسيحيين؟ ده اذا كان حصل، لانه ما حصلش وانا واثق ان لم يحصل علاقة بين المسيح والمسلم. لكن تعالوا كده شوفوا، حد اتحرك فيكم مع عنتيل الغربية اللي نام مع حريمكم وصورهم فيديو؟ حد قدر يتعرض له؟ كلهم طرق أو مراتاتهم، لكن عرفوا يتعرضوا لعنتيل الغربية ولا عنتيل طنطا ولا عنتيل المنوفية؟ كلهم عناتيل. ما سمعناش ان حد فيكم عمل كده وقال الشرف والنخوة. لكن الشرف والنخوة يجي عند المسيحي ويقول انا شرف ليه؟ عشان بطل، عشان بتستبطلوا الناس، وعشان بتستقوا على الخلق، وعشان في طبيعتكم من جواكم جبن. ودي اساسا مفاهيم غرست لما في الاقصر واحد من بتوع ضباط الاداب يمسك بنات الدعارات الداعرات المسلمات اللي بيشغلين في الدعاره، يقول لهم تناموا معايا حد ماشي، بس اوعى امسككم مع واحد مسيحي. يعني الدعاره عندك حلال طالما الدعاره مع المسلم، لكن الدعاره مع المسيحي حرام. ساعتها تبقى اللي بتعمله ده حرام لو نامت مع واحد مسيحي، لكن تنام مع واحد مسلم اوكي. وعشان تسخن الدنيا، والامن دايما بيكون له دور في القصص دي، وسط الغوغاء الحقوا بقى نصراني عمل كده، يلا نحرق بيوت النصارى. دايما بيتباطأ الامن في الحالات دي. طب الامن تباطأ ليه مع اني عنده البلاغ من يوم الخميس؟ ليه ما راحش وقال اتلموا؟ ليه ما راحش عند بيت الست وعمل حماية؟ طب الامن عايز كده؟ طب الامن بيدار سياسيا عشان يعمل غلوشة ويعمل غلوشة بين اقباط عشان يداري على موضوع سياسية كبرى؟ طب الحكومة عايزة المنطقة دي تبقى بؤرة غليان عشان لما تحصل حاجة تعملها الحكومة، عايزة تمشيها تعمل قلقلة وتعمل غليان في المنيا أو حاجة عشان الخبر ده يغطي على ده وتعدي. طيب حد الزنا ازاي بيتظبط؟ يعني لو واحد مسلم قال أنا مراتي زنت ورفع عليها قضية، بيقول له ايه؟ بيقولوا له اثبات انها زنت. فين؟ ايه بقى الاثبات الزنا؟ ان يشوفوا 4 رجالة يشوفوا الراجل هو بيزني بالست ويمرروا خط بين الراجل والست، لو عدى الخط كده يبقى ده ما بيزنيش، لو الخط وقف هو بيعدي كده وقف
يبقى ده بيزني. يعني ايه مثلا؟ الراجل وهو نايم على الست يعدوا الخط، لو سمحت كده بس عشان اعدي الخط. ايوه عدى. عدى. لا ده مش زنا. بعدي الخط كده من الراجل. لا ده وقف. ده زنا. اربعه. ده الحد في القضاء، ده الحد في القضاء يقول لك لازم كده اربع شهود وتعديل الخط. طب امال احنا اشمعنا مع الاقباط بالشبهه؟ اشمعنا يعني مع الاقباط بالشبهه مفيش تنفيذ للقانون؟ لا اصل الاقباط دول جايين من كوكب تاني. الاقباط جايين من كوكب تاني. وما ننساش ان المنيا وابو قرقاص وصمالوط، المنيا عموما هي بؤره ارهاب. وما ننساش ضباط الامن اللي هربوا الارهاب الخطير عاصم عبد الماجد قبل كده، هربوه وطلع من المنيا على بره، محدش عرف مكانه لغايه دلوقتي، وما تحاسبش الضابط اللي عمل ده. الدوله الحكومه ما تعرفش ده؟ لا عارفه ده. الدوله تفرق معاها؟ تفرق معاها ايه؟ وفرض ده هرب عاصم عبد المجيد، ما هي الدوله اساسا بتطلع الارهابيين من السجون بتفرج عنهم، فرقت ايه؟ بس مين اللي بيتمسك؟ بيتمسكوا الاحرار اللي بيتكلموا في مصر. يتمسك مالك عدلي الناشط الحقوقي اللي بيقول الحقيقه وبيقول تيران وصنافير مصريه، يتمسك عشان يقفل بقه ما يقولش تيران وصنافير مصريه. يتمسك اسلام البحيري اللي بيقول يا جماعه الاسلام حلو وجميل، والاحاديث المشبوهه اللي بتصير الطائفيه والفتن دي مدسوس علينا واسرائيليات وكلام، يتمسك عشان ما يتكلمش. لا ده السعوديه عايزه كده وعايزه النظام ده وعايزه الارهاب ده وعايزه يمشي، تتسجن انت عشان السعوديه تبقى مبسوطه. يتسجن مينا ثابت عشان بيدافع عن الحقوق وماسك ملف حقوق الاقباط. دول اللي بيتسجنوا. لكن الارهابيين يفرج عنهم. الارهابيين يفرج عنهم. عشان كده بنقول كفايه قله ادب. كفايه قله ادب. اللي حصل مع الست دي وصمه عار في مصر، وصمه عار في جبين الحكومه، وصمه عار في جبين رئيس الجمهوريه. طبعا. مش ناويين تحلوها، مش ناويين تحلوها. لكن هو ده الفشل الوحيد اللي في مصر؟ ده الفشل الوحيد اللي في مصر؟ لا ده احنا مستعدين نثبت ان الفشل منظومة في مصر.